مع استمرار الصراع الدامي بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي واتخاذه منحا تصاعديا ينذر بمجازر وأعمال عنف غير مسبوقة، تتواصل الدعوات من قبل البلدان والقوى الثالثة للتهدئة ووقف إطلاق النار وتجنب صراع قد يمتد في المنطقة، وفقا لمراقبين ومحللين عسكريين. أبرز الدعوات كانت من منظومة المجتمع الكردستاني التي أعربت عن قلقها وأسفها الشديد إزاء الحرب المندلعة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، داعية الطرفين لوقف الهجمات والتخلي عن المواقف الخاطئة التي من شأنها تعميق المشاكل وإبادة الشعوب بحسب تعبيرها. المنظومة الكردستانية طالبت في بيان القوات الإسرائيلية بإنهاء الهجوم والحصار على قطاع غزة الفلسطيني وعدم استخدام العنف ضد الشعب هناك، مشددة على ضرورة حل القضية الفلسطينية عبر الديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والمساواة والتعايش المشترك بعيداً عن العنف الذي لن يؤدي إلا إلى مفاقمة المشاكل وفق وصفها. البيان أكد شرعية القضية الفلسطينية التي قال إنها تشبه القضية الكردية، وطالب إسرائيل بالاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وإرادته الديمقراطية، موضحاً أن المشكلة الفلسطينية شرط أساسي من أجل أن تتمكن شعوب الشرق الأوسط ومن بينها الشعب اليهودي من العيش بحرية واستقرار وسلام. منظومة المجتمع الكردستاني تطرقت في بيانها إلى موقف النظام التركي إزاء القضية الفلسطينية، ووصفته بالموقف المنافق والمتناقض الذي يسعى من خلاله لاستغلال القضية ومحاولة استخدامها كصفقة مساومة لتنفيذ سياساته المتمثلة في إبادة الشعب الكردي. كما أشارت المنظومة الكردستانية لهجمات أنقرة على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، حيث أوضحت أنها هجمات تشابه لحد كبير ما تفعله إسرائيل اليوم في غزة، فكيف لأنقرة أن تشرعن الأولى وتستنكر الثانية؟ يتساءل مراقبون. بس مع الصدر